قصف إسرائيلي جديد يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة، وصحيفة يدعو تحرنوت تكشف حجم الذخائر المستخدمة في الاستهداف. ضحايا بينهم أطفال بقصف مدفعي وصاروخي على ريف حماة. بعدما أثبت كفاءته، عشرات المرضى في الشمال السوري يعتمدون العلاج بالأكسجين عالي الضغط. حياكم الله مشاهدينا الكرام. كشفت صحيفة يدعو تحرنوت نقلا عن المراسل العسكري يواف زيتون أن الهجمات على مطاري حلب ودمشق كانت الأكثر شمولا، وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة وقنابل أكثر من تلك التي قصف بها خلال الليل 100 هدف لحماس في غزة. وأضافت الصحيفة أن الهجمات الإسرائيلية على المطارات في سوريا تأتي خوفا من وصول قوات وأسلحة متطورة من إيران والعراق إلى لبنان وسوريا. وعقب قصف مطاري دمشق وحلب، أعلنت وزارة النقل في حكومة الأسد تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية. وكانت قد أعلنت وكالة سانا التابعة لسلطة الأسد مقتل عامل وإصابة آخر إثر استهداف إسرائيل مطاري دمشق وحلب برشقات صاروخية أخرجتهما عن الخدمة مجددا. في 10 أيام يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة 3 مرات إثر قصف إسرائيلي، بعد كل إعلان عن عودة العمل في أحدهما أو كليهما. وكالة سانا التابعة لسلطة الأسد أعلنت عن مقتل عامل وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي جديد للمطارين صبيحة الأحد برشقات من الصواريخ أطلقت من البحر الأبيض المتوسط غربي اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري أخرجتهما عن الخدمة، حيث زادت إسرائيل من وتيرة استهدافها لمواقع مدنية وعسكرية في سوريا بعد اندلاع المواجهات في فلسطين. الباحث في مركز تشاتام هاوس للدراسات حايد حايد قال إن سلطة الأسد غير مؤهلة للرد على إسرائيل والانخراط بما يجري في فلسطين. في ذات الوقت علق فراس الأسد ابن عم بشار الأسد على عجز بشار وقواته عن التصدي للهجمات الإسرائيلية المتوالية على سوريا. على صعيد آخر، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عزمها اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة للدفاع عن قواتها الموجودة في سوريا والعراق بعد الهجمات المحدودة بالصواريخ والمسيرات التي طالت قواعدها في البلدين. وأكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر على أن الرد سيكون في توقيت وكيفية من اختيار القوات الأمريكية. وتتعرض المراكز الحيوية والمواقع العسكرية التابعة لسلطة الأسد وحلفائها في سوريا لهجمات إسرائيلية مستمرة ومتنوعة تهدف إلى إضعاف القدرة العسكرية لإيران وميليشياتها المنتشرة على الأرض السورية وفق البيانات الإسرائيلية. وكالعادة لا تلقى هذه الهجمات أي رد، أو تحتفظ سلطة الأسد حيالها بحق الرد. القوات المسلحة لحتى يدخلها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على غزة لليوم 16 إلى نحو 4700 شخص وقرابة 15000 مصاب، وارتفع عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاذ الوقود إلى 10 مستشفيات، فيما تدمرت 23 مركبة إسعاف خلال القصف الإسرائيلي حسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلنت وكالة الأونروا مقتل 13 من موظفيها جراء القصف الإسرائيلي على غزة، ليصل العدد الإجمالي للقتلى من موظفي الوكالة إلى 29. وشهد معبر رفح اليوم دخول قافلة ثانية تضم 17 شاحنة مساعدات إلى غزة قادمة من الجانب المصري، فيما قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي إن 20 شاحنة لا تمثل شيئا ونحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى غزة.
وإلى الشمال السوري، حيث قتل عدة أطفال وأصيب آخرون جراء تجدد القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات الأسد في ريف حماة وإدلب، بالتزامن مع غارات جوية روسية على مناطق شمال غربي سوريا. وقال مراسل حلب اليوم إن 5 أطفال قتلوا، بينهم 3 أشقاء، وفقدت طفلة في حصيلة غير نهائية بغارات مدفعية لقوات الأسد استهدفت قرية قرقور في سهل الغاب بريف حماة، بالتزامن مع قصف صاروخي على محيط قرى كنصفرة ومعربليت ومجدلية والرويحة وسان والفطيرة بريف إدلب. كما شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية بالصواريخ الفراغية على محيط قرية القنيطرة غربية إدلب، ما أدى لإصابة طفلة بجروح طفيفة، فيما أجلى الدفاع المدني عائلتين من القرية. ومعنا السيد وليد أصلان، الضابط في منظومة الإسعاف في الدفاع المدني، معي من إدلب. حياك الله، ما هي آخر إحصائية لديكم في الدفاع المدني لحملة الأسد وروسيا على إدلب وحماة؟ حياكم الله أستاذ الكريم، أسعد الله مساءكم لكم ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة اليوم الأحد الواقع في 22/10/2023 مجزرة جديدة يرتكبها أو ترتكبها قوات النظام بقصفها منازل المدنيين في قرية القرقور في سهل الغاب، مما أدى إلى مقتل 5 أطفال بينهم 3 أطفال أشقاء. حقيقة مأساة كبيرة يعيشها أهلنا في شمال غرب سوريا. أيضا يعني طفلي لحد الآن مفقودي، ما بنعرف عنها إذا تناثرت أشلاءها في الهواء عندما وقعت القذائف الصاروخي بجانبهم. أطفال كانوا عم بيلعبوا، حقيقة تحولت لحظات لعب لموت وألم وحزن، مشهد لا يمكن وصفه حقيقة. نعم. هجمات مستمرة منذ بداية الشهر الحالي أستاذ الكريم، شهد تصعيد يعني هذا الشهر تصعيد للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، واستجابت فرقنا في الدفاع المدني السوري ل 194 هجوم على 60 بلدي ومديني في إدلب وريفها. نعم، لو تحدثنا عن الواقع الإنساني للمناطق التي يعني يتسلط عليها القصف. حقيقة الواقع سيء جدا، ونحن على اقتراب من فصل الشتاء، مأساة جديدة يعانيها الساكنين هنا في إدلب وأريافها من هذا القصف الممنهج من قبل طائرات الروس وقذائف المدفعية لقوات النظام. يعني كارثة إنسانية حقيقة تلوح بالأفق مع استمرار الهجمات والقصف بالقنابل الحارقة. ماذا عن المواد الأساسية؟ هل هي متوفرة في تلك المناطق؟ متوفرة أستاذ الكريم، ولكن الغلاء كما تعلمون يعني يخيم على الأرياف، وحالة الناس صعبة جدا في إدلب وأريافها. مثل ما ذكرت لك في البداية أنه نحن مقبلين على فصل الشتاء، طبعا هذا الشيء يعني القصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا عم بيعمل يعني قهر للسوريين وباب نزوح جديد. وحقيقة يعني 12 عام من الحرب الممنهجة من قبل النظام وروسيا والقصف المستمر وعدم محاسبته عم بيعطي الأحقية يعني بحسب نظره لقصف الناس الآمنين في نعم يعني في ظل استمرار القصف والنزوح، ومن خلال حديثك تطرقت حضرتك للمخيمات، لو تحدثنا عن ما هي التجهيزات للدفاع المدني من أجل دعم أهلنا في المخيمات؟ طبعا نحن في الدفاع المدني جاهزين على مدار الساعة لخدمة أهلنا في شمال غرب سوريا. فرقنا تعمل قبل فصل الشتاء طبعا كما ترون في المخيمات في كل فصل الوحل والطين، وحالة الناس يعني حقيقة مأساوية جدا. فنحن نعمل قدر المستطاع وبإمكانيتنا في الدفاع المدني السوري لنخفف عن أهلنا
في الشمال والمخيمات ما استطعنا إليه سبيلا. أشكرك جزيل الشكر السيد وليد أصلان، ضابط منظومة الإسعاف في الدفاع المدني، كنت معي من إدلب. قال موقع فرات بوست المحلي اليوم الأحد إن مسيرة تركية استهدفت سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا. وأضاف الموقع أن المسيرة استهدفت سيارة من نوع جيب على طريق الكورنيش وسط مدينة القامشلي، في حين نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور السيارة وهي تشتعل وتحدثوا عن سقوط خسائر بشرية. بالمقابل لم تصدر قسد حتى ساعة تحرير الخبر أي تعليق حول الحادثة، واكتفت بفرض طوق أمني حول مكان الحادثة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الشغف بالتحف التراثية وقطع الأنتيكا دفع عقيل الحسي لإقامة معرض في مدينته جرابلس شرقي حلب. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء. يعتبر مركز الأوتوبار للعلاج بالأكسجين عالي الضغط هو المركز الوحيد في ريف حلب الشمالي الذي تتوفر فيه خدمة الاستشفاء بالأكسجين، حيث يقصده عشرات المرضى أسبوعيا للاستشفاء بعدما كان المرضى يضطرون للسفر إلى تركيا. العلاج بالأكسجين عالي الضغط طريقة استشفاء حديثة نسبيا، بدأ العديد من المرضى في ريف حلب الشمالي تجربتها بعدما أثبتت تحسنا في نسب الاستشفاء من أمراض عديدة هنا في مركز أوتوبار بمدينة عزاز، وهو الوحيد بريف حلب الشمالي. العشرات أسبوعيا يخضعون لجلسات استشفاء بالأكسجين عالي الضغط. العلاج بالأكسجين له فوائد متعددة، هو عملية إعطاء المريض أكسجين تركيز 100% ضمن ضغط جوي أعلى من المعتاد، بوصل 2.5 الضغط الجوي. طبعا نحن النتائج اللي حققناها كتير مبشرة وكتير ممتازة، وأغلب الحالات التي تعالج بالأكسجين عالي الضغط هي حالات مستعصية ابتداء من القروح والانتانات المزمنة والخشكريشات والقدم السكرية إلى الإصابات الدماغية والعصبية والضمور والشلل الدماغي، بالإضافة إلى أنه كتير له استخدامات بالنسبة للأمور التنشيط والرياضيين. تقييم مدى الاستفادة من الجلسات يكون من خلال إشراف الطبيب المختص، والذي يحدد عدد الجلسات التي يجب أن يخضع لها المريض وملاقبة حالته الصحية ومدى تماثله للشفاء. كما أثبت العلاج بالأكسجين دورا هاما في تحسين اللياقة البدنية للرياضيين. هو بيسرع عملية الشفاء وتجديد الخلايا وعملية البناء والهدم بالجسم، بيسرعها وبيخفف مدة الاستشفاء للربع وأكثر. عم نعالج تبعات مرضى السرطان اللي بيكون عم بيخضر علاج كيميائي وشعاعي. استفاد طفلتي مريضة التلاسيميا، بالعادة 20 يوم 25 يوم بده نقل دم، فعند صرت أحضر جلسات لبنتي، أحضر جلسات بمركز الأكسجين طولت 60 يوم، وعندي تقارير وعندي تحاليل بتثبت هذا الشيء، الحمد لله رب العالمين. وأنا كمان نفس الوقت استفدت بالنسبة لجسمي وصحتي. تكلفة جلسة العلاج هنا منخفضة مقارنة مع تكاليفها العالمية، لكن حاجة بعض المرضى وخاصة الأطفال إلى عدد كبير من جلسات العلاج يجعل بعض المرضى يترددون في اعتماده بسبب ظروفهم المادية. في ظل غياب الصيانة الدورية للطرق الرئيسية في الشمال السوري، تكثف فرق الدفاع المدني من مشاريعها الخدمية وتدعيم البنية التحتية، حيث أطلق الدفاع المدني مشروع إعادة تأهيل طريق القندرية عين البيضة في ريف جرابلس شرقي حلب بطول 8500 متر، ما يساعد بتخفيف أعباء التنقلات على الأهالي بعد أن تضرر الطريق بشكل كبير خلال السنوات الماضية. نحن الآن في مشروع القندرية عين البيضة في جرابلس، منطقة جرابلس. طبعا هذا المشروع مشروع إعادة تأهيل هذا الطريق، هذا الطريق طبعا طريق حيوي
ومهم ويربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الغربية من الشمال السوري بسبب عدم عمل صيانة منذ زمن طويل لهذا الطريق. تخرب هذا الطريق كثيرا، أصبح خارج الخدمة. نحن الآن نقوم بإعادة تأهيله مرة أخرى. عندنا هذا الطريق طوله 8.5 كيلومتر تقريبا، إن شاء الله يعني نحاول أن ننجز هذا المشروع بأقرب وقت حتى يخدم المواطنين ويسهل مرور الآليات خدمة لهذا المجتمع، وشكرا لكم. وفي ذات السياق، بدأت فرق الدفاع المدني بترميم عدة طرق في ريف إدلب، من بينها طريق الـ22 والطريق الواصل بينه وبين مشفى ظلال في مدينة الدانة شمالية إدلب، الأمر الذي يسهل حركة مرور المدنيين وتخفيف معاناة التنقلات والحد من حوادث السير. نحن حاليا في مدينة الدانة نقوم بصيانة طريق الـ22 وكذلك الطريق الواصل بين الـ22 ومشفى ظلال بمادة الانترلوك، حيث نعمل على ترميم الحفر والتهدمات الموجودة بهذه الطرق. أيضا بنفس التوقيت نعمل على صيانة الطريق الواصل بين الغزاوية وبلدة الباسوطة بريف عفرين بمادة الانترلوك أيضا، كما نعمل على ترميم الطريق الواصل بين بلدة العلاني ومدينة سلقين بريف إدلب الغربي. رحب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف بقرار القضاء الفرنسي إصدار مذكرة اعتقال بحق ضباط من قوات الأسد ارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين. وقال عبد اللطيف إن الخطوة الفرنسية من شأنها تشجيع باقي الدول على محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال السنوات الماضية. وكان قضاة التحقيق في وحدة جرائم الحرب الفرنسية قد أصدروا مؤخرا مذكرات اعتقال دولية بحق 4 ضباط كبار في قوات الأسد، بينهم وزراء الدفاع السابقين علي أيوب وفهد جاسم الفريج، وذلك بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب. كشفت صحيفة قاسيون الموالية عن حجم الفساد فيما يسمى بملف دعم الخبز بمناطق سيطرة سلطة الأسد، وتطرقت إلى الأرقام المليارية من جراء النهب والفساد على حساب الخزينة والمدعومين من المواطنين. وقالت الصحيفة في تقرير إن السرقات تطال المبالغ المخصصة لتوريدات القمح، ونسب الهدر بالصوامع ثم المطاحن ثم نسب إلى الاستخراج فيها للدقيق، والتي لا تنتهي بالمخابز والأفران، ويضاف لها شبكات بيع الخبز التمويني المسحوب من مخصصات المستحقين عمليا. واستندت الصحيفة في التقرير على تصريحات مدير مؤسسة المخابز مؤيد الرفاعي، والتي قال فيها إن الاحتياج الحقيقي لسوريا من مادة الخبز يوميا يقارب 5.5 مليون ربطة، وأن سعر الخبز المدعوم لا يشكل أكثر من 4% من تكلفة إنتاجه الحقيقية. يعشق عقيل الحسي التحف التراثية وقطع الأنتيكة منذ صغره، ويعمل على جمعها والاحتفاظ بها. حبه للتراث دفعه لإقامة معرض دائم لها في مدينته جرابلس دون بيعها أو التفريط بها. أنا عقيل الحسي من مدينة جرابلس. الحمد لله من فضل رب العالمين أني أنا مشتهر بالأنتيكة، ألم الأنتيكة والتراث القديم اللي هو في منهم ألم يعني من أصحابي أصدقائي، في منهم يعني مشترى. الشغلة هاي أنه صار لي من أكثر من 20 سنة، بحدود 25 سنة يعني، فكان الوضع يعني شوي عندي بالبيت المحل ما هو هالإمكانية الكبيرة يعني، فالحمد لله إني أخذت محل وعرضت هيك، واللي أفرجه الناس هاي إنه التراث القديم هاي من طراز أجدادنا آبائنا يعني، وفي معدات يعني تبع الفلاحة والأراضي الزراعية. في عندك التلفزيون هذا القديم أكثر من 50 سنة يعني،
في عندي شغلات يعني مثل الخناجر هاي، كل القديمين كانت تشتغل بالمعدات هاي، عندك الفوانيس، عندك الدلة، النحاسيات يعني كثير، والأغمشة هاي كل النسيج يعني كانوا أكثر شيء، كانوا أجدادنا يعني أو أمهاتنا يعني تقريبا بحدود الشهر للشهر ونص يعني كانوا ينسجوا المادة. مو بالأمر السهل يعني أنه تتواجد هالأيام هاي. في شغلات عندي هون من العراق أهدوني أنا هدية يعني، وفي منهم أعطوني من لبنان يعني كان جايبيني هيك شغلات أثرية قديمة. في منهم أصحابي أصدقائي يعطوني هالحجرات، يكون في عنده بالبيت قطعة نادرة، إيش بده يسوي بيها؟ يجي يقول لي والله خيو خي أنت زلمة عم تحوي هالآثار هاي وما يضيع عندك التراث القديم، خليها عندك. إيه الحمد لله يا رب العالمين. يعني في ناس بيع وشراء، الحمد لله أنا ما عندي إنه بيع وشراء، أشتري وما أبيع. حتى يعني علمت ابني نفس المصلحة يعني إنه يحافظ على التراث. انقطعوا عن جامعاتهم في سنوات الثورة الأولى خشية الاعتقال، لكنهم أصروا على إتمام تعليمهم ولو بعد حين. 65 طالبا احتفلوا بتخرجهم بعد أن أتموا تعليمهم في جامعة الزيتونة الدولية بمدينة عزاز شمالي حلب. بعد تعثرهم لسنوات في استئناف دراستهم الجامعية، تحتفل هذه الدفعة من الطلاب بتخرجهم بعد انقطاعهم لسنوات. بعضهم توقف عن دراسته قبل 12 عاما، وجميعهم كانوا طلابا في الجامعات السورية في السنوات الأولى للثورة، لكن التحاقهم بالحراك اضطرهم للتوقف عن إتمام دراستهم خوفا من الاعتقال. والله بفضل الله سبحانه وتعالى بعد انقطاع عن الجامعة أيام النظام السابق ودخولنا بالثورة السورية بفضل الله، وتابعنا تدريس بفضل الله سبحانه وتعالى، وتخرجنا بالكلية العلوم السياسية علاقات دولية من جامعة زيتون الدولية بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الله من علي بعد انقطاع أيضا من درست فترة باللغة التركية ولكن انقطعت بسبب كلنا بنعرف شو السبب يعني، والحمد لله رجعت تماسكت أعصابي ورجعت كملت، والحمد لله اليوم مثل ما كنتم شايفين عبيش أجمل لحظة بحياتي. 65 طالبا جامعيا من عدة تخصصات معظمها أقسام نظرية احتفلوا بتخرجهم بعدما أكملوا تعليمهم في مدينة عزاز، وهي أول دفعة من الخريجين المنقطعين والذين أتيحت لهم فرصة متابعة الدراسة في جامعة الزيتون الدولية والتي تعتمد نظام التعليم عن بعد. الطلاب عندما حضروا إلى شمال غرب سوريا لم تسمح لهم الفرص لمتابعة عملهم في لمتابعة دوامهم في التعليم الفيزيائي. قدمت جامعة الزيتون الدولية وهي الأولى في شمال غرب سوريا من حيث التعليم الافتراضي والتعليم عن بعد، قدمت تسهيلات لهم. يوجد بالدفعة الأولى التي تخرجت اليوم 65 طالب، معظم من الكليات النظرية، الإدارة والاقتصاد، العلوم السياسية، الشريعة، التربية، الآداب، اللغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. مع حالة الاستقرار والهدوء النسبي الذي تعيشه مناطق الشمال السوري، لم تعد الجامعات حكرا على مناطق سلطة الأسد، حيث شهدت مدن الشمال السوري تأسيس العديد من الجامعات والمعاهد وبمختلف التخصصات، وهو ما مكن الراغبين بمتابعة التحصيل الجامعي من إتمام تعليمهم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. دمتم بخير وإلى اللقاء.